هاي لي زامي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ جيسبر تكونوا كلكم بخير على خير. وانتم كتشوفوا لا فيديو ديالي، كيف ما شفتوا في العنوان اليوم غادي نعاود لكم القصه ديالي مع الشفاره. صراحه عندي بزاف ديال القصص مع الشفاره لي زامي، ولكن عمرني ما تشفرت، ديما كيحفظني الله. القصه اللي غنعاود لكم اليوم لي زامي ماشي بزاف باش وقعت لي الصراحه، نقول لكم شي عام عام ونص وقعت لي في هاد الدار اللي ساكنين فيها حنا دابا. ديك الساعه لي زامي كنا يلا تحولنا لهاد الدار يلا سكننا فيها. المهم ندخل لكم في القصه. واحد النهار كنت في الدار بوحدي، ما كان حتى شي واحد، ما كانت لا ماما لا خواتاتي، كنت غير بوحدي. وانتم عارفين فاش كتكونوا بوحدكم كيكون ثقيل، غير دبان الى زنزنات كتسمعوها. وانا اصلا كنخاف نبقى بوحدي، انا كنخاف نبقى بوحدي، كنخاف نعس بوحدي. مهم انا ما كنبغيش نبقى في الدار بوحدي. ودوك الايام مع كنا يلا تحولنا كان عندي واحد الافكار غبيه. سورتو الدار كانت 6 سنين ما تسكنات، 6 سنين وهي خاويه، حنا كنا اول وحده نسكنوا فيها. ايوا فاش جينا تحولنا ليها كبقى في ديك الخلعه، سمعتي غير التقرقيب. انا كان عندي واحد الافكار ناري يا ربي السلامه، كنت كنبقى نقول الدار مسكونه، وكان عندنا سراق الزيت بزاف في الدار كنقول ناري. المهم انا كان هادشي كيخلاني. المهم انا زعما كنت في الدار بوحدي كنقول لكم صافي. واحد شوي كنسمع التقرقيب في الدار اللي حدانا، انا جالسه كنسمع التقرقيب في الدار اللي حدانا. انا الحاجه اللي عارفه هي ان الدار اللي حدانا ما مسكوناش، زعما ما ساكنينش فيها مالي. هاد الدار مفرشه ومسدوده، مالي ما عايشينش في المغرب. الدراري اش كتسكنوا جديد كتعرفوا اخبار الجيران، فهمتوني؟ ايوا الدار اللي حدانا انا عارفه ما مسكوناش. صافي فاش كنت جالسه كنسمع التقرقيب 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 بحال السدادر كيتجروا داك الشيء، قلت ماشي سوقي كره مالي هاجا، فهمت؟ ما تسوقتش لداكشي. العشيه كامله وتقرقيب في الدار ما حبش. واحد شويه لا زمان نصلي، مشيت نصلي في البيت اللي مقابل مع الباب ديال الدار. دابا الباب ديال الدار مقابل مع واحد البيت، البيت ديال الضياف راكم عارفين. مشيت نصلي فيه وانا جالسه كنصلي، لا زمان كنسمع السوارت كيدخل في الباب ديال الدار. مري ما عرف راسي باش تبليت ناري 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 ناري. انا الحاجه اللي عارفه هو اننا حنايا يمكن عمرنا ما كان عندنا الدوبل ديال السوارت. عمرني لا انا لا خواتاتي ما كان عندنا الدوبل ديال السوارت، حنا عندنا سوارت وحدين اللي كاينين في دارنا هما اللي عندي انا. كنسمع السوارت كيدخل في باب ديال الدار وانا نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وانا نقطع حصلا وانا نوض. كنت لابسه عبايه نظيفه راكم عارفين وانا نوض. انا ديجا كنت سد عليا باب ديال الدار، مشيت وانا نعاود ندور ساقط وانا نقول شكون، بقيت كنطل من العوينه. كيقول لي واحد الراجل، ماشي دري صغير، ماشي زعما دري، ماشي راجل كبير شكون عنده شي 40 عام، لابس زوين داير نظاظر، هاز واحد الشكاره بحال ديك الشكاره اللي كتكون عند الاساتذه عرفتوها، هاز واحد الشكاره. قلت شكون شكون وانا كنغوت، قلت شكون؟ يقول لي سمحي لي سمحي لي كيحسب لي دار محمد هادي. ويدور وجهه بالزربه لي زان، دور وجهه بالزربه. انا بابا سميتو محمد، بان لي السيد مقيل لابس زوين. قلت كيقلب على بابا، انا بابا ما كاينش، بقيت كنعيط بابا بابا تكلم، فهمتو؟ حيت انا واخا شويه بكلخه ولكن شي مرات كيطرحوا عليا شي افكار جهنميه. بقيت كنقول بابا بابا، كنغوت بالجهد بابا تكلم، عرفت شكون هذا؟ بحال هكا عرفت هو طار السيد طار خرج. وانا نقول والله تنتبعو تبع الكذاب حتى لباب الدار. صافي ديك الساعه انا ما جاتش لي في بالي نهائيا انه شفار، فهمتي؟ في راسي انا ما عنديش الفكره ديال الشفار. انا كنت طليش من العوينه وبالي شي واحد فهمتو لابس شي حاجه ماشي هي هذيك، ولا وجههم خسار، ولا فهمتو؟ نقول هذا شفار. ولكن هذاك خونا ما عندوش كاع الصفه ديال الشفار لي زامي، في وجهه في الحاله ديالو ما عندوش الصفه ديال الشفار. ديك الساعه طرت مشيت لزيت سندالتي، هبطت من الدار، سديت الدار، سديت الباب، سديت البيبان بجوج، هبطت في الدور. شتا كيقول لي السيد واقف لتحت، هو ما شافنيش في وجهي ولكن انا شفتو في وجهو. انا صافي دزت من حدا شفت فيه غير بنص عين، بقيت كندير غير بحال هكا ما شفتش فيه، ما مبينش لي اصلا وجهي. لقيتو واقف تحت الموبيل ديالنا وكيدوي في التليفون. حنا عندنا واحد السناك تحت ملاصق مع الموبيل ديالنا. دخلت للسناك، دخلت للسناك بقيت جالسه كومونديت واحد البيتزا، بقيت جالسه كنشوف، ما كنسمع والو غير كنشوف، كنشوف غير بنص عين كنتاكد من داك خونا. صافي من بعد شفتو في وجهو صافي خديت البيتزا ديالي، هو مشى عادي كانسان طبيعي، ما هرب ما والو، ما والو داكشي ديال العصابات. كنتفكر داك النهار ما يمكنش على زعمي، ربي يحفظني. زعما كنت دخل عليا للدار ولقاني نقدر توقع فيا شي حاجه، فهمتي؟ حيت يخاف على راسو سورتو الا شافني شفتو، فهمتوني؟ يخاف على راسو ويدير ليا شي حاجه، ولا كراني عند الله ما تعرفوا اش كاين. صافي خديت البيتزا طلعت لدارنا كليت عادي، سدت عليا البيبان. صافي ما تسوقتش، ما بانت لي حتى شي حاجه غريبه في الامر، حتى شي حاجه ما بانت ليا غريبه. خونا ما هرب، ما بين علي حال شفار. صافي انا ما عمرتش راسي. جات ماما للدار في العشيه عاودت ليها، قلت لها اش كاين واش كاين؟ رجا واحد ودق عليا وبقى كيقول محمد محمد. قلت لها وراه ما بانش عليه حال الشفار، راه كيبان راجل عادي. ناناني ناناني. صافي ماما قالت لي راه السيد غلط في الدار. صافي ما تسوقناش للامر نهائيا لزامي. ضربت واحد اليومين انا كنت في لافاك،
جي من لافاك طالعه للدار كيبان لي الموبيل ديالنا مطوق بالبوليس مطوق بالبوليس والدار اللي حدانا دير لي هذوك السينتات عرفتوهم والدار مطوقه بالبوليس وكاينه مولات الدار واحد حاره دخلت للدار كنسول ماما قالت لي راه الدار اللي حدانا شفروها دخلوا ليها الشفاره وكشطوها نال ويضرب لي داك طرن داك الموضوع في راسي وانا نقول لماما قلت لها داك النهار سمعت سدادر والدار فيها تقرقيب العشيه كامل انا كنسمع التقرقيب في الدار قلت لها داك النهار فاش دارنا داروا فيها السوارت داك خونا جا دور السوارت في الدار راه هو اللي شفر الدار ما تقوليش ليا صافي على زعما بقيت كن حوارات عائليه مني منك مني منك وحنا نخرجوا كنشوفوا اصلا الجيران كانوا كاملين هابطين كنا كنشوفوا دوك الحوارات ديال الجيران بقيت كنسمع انا غير كنسمع صراحه انا ما حضرتش لكل شيء من الاول بقيت كنسمع بلي السيكتور ديالنا كامل بزاف ديال الديور حيت السيكتور اللي ساكنه فيه انا بزاف ديال الديور خاوين فهمتوا دوك الناس اللي على برا كيشريو الديور وكيسدوهم بزاف ديال الديور تكنشطوا داك النهار اللي زعمي صافي انا بقيت واقفه كنشوف البوليس كيسولوا الكاميرات حنا عندنا الكاميرات في الموبيل ولكن دوك النهار الكاميرات ما خدامينش الكاميرات غير كاينين ولكن ما خدامينش صافي عيطوا على داك السانديك السانديك ديال الموبيل بقاو كيديروا معايا علاش الكاميرات ما خداميش انا ملي ديك الهضره المهم انا بقيت كنشوف قلت لماما نقول لهم قالت لي ماما دخلي سوق راسك داك شي واحد يخسرك ويدير لك ويعطي الهضره ديال الوالدين صافي انا قلت لها لا راه ما شافنيش قلت لها خليني نقول ونهضر مع شي بوليسي مني ليه خليني نقول فهمتوا حتى انا دابا فاش عرفت الدار تشفرات ما نقدرش نخبيها عندي سينو جيت انا بالضمير ما نعش بالليل فهمتوا واحد الناحيه خايف على راسي كنقول انا يمشي حفيها في شي واحد صافي لازم يهبط واحد البوليسي وانا نتبعو تبعته انا وماما قلت لي نقدر ندوي معاك مابقاش كنعاود ليك قلت لي داك النهار انا كنت في الدار ورا سمعت العشيه كامل انا كنسمع التقرقيب في الدار اللي حدانا ورا واحد شويه كنت كنصلي وما يديروا السوارت في الباب ديال دارنا وحنا ما عندناش الدوبل ديال السوارت مابقاش كنعاود لي قلت لي ورا تبعته ورا شفت وجهه قال لي كي داير بقيت كنوصفو ليك اللي راه ماشي ما بينش لي سيف الشفار راه ماشي دري صغير راه راجل كبير راه داير نضادر بقيت كنعاود ليه دوك التفاصيل اللي شفت انا المهم عاودت ليه كلشي بقى كيسولني شي اسئله داكشي اللي عارفه انا كامل قلتو ليه هي ديك لي زامي عاودت للبوليسي كلشي كاع داكشي اللي شفت من بعد قول العشيه كامله هما كيحققوا مع داك السانديك والناس ديال العماره وداكشي وسولونا واللي طالعوا ليها هابط كيسولوه سولوا مصنك واش شاف شي حاجه سولوا كلشي على زعمي قول العشيه كامله هما في الدار داروا هذوك شنو كيقولوا التحريات اش كيقولوا ليهم ما عرفتش وين بقاو كيديروا داكشي ديالهم اللي كيديروا ايوا صافي لي زعمي مشاو البوليس في حالاتهم ايوا يا لي زعمي سيمانه ديال القفقافه سيمانه ديال الخلعه انا دوك الناس باقي ما عرفتش مش واش تشدوا ولا ما تشدوش لهاد النهار ما عارفه والو سيمانه وانا كنت راعد كنقول غتوقع لي شي حاجه حتى كنبقى غاده وكنقفز كتوقع شي حاجه صغيره كنقفز كيكون شي واحد موراي كندور كنشوف فيه فهمتوا وانا مخلوعه مع راسي وانا كنت راعد السيمانه ديال الخلعه دازت عليا لي زامي عاد باش من بعد ما وقع لي والو الصراحه دازت داكشي الحمد لله ما وقع لي والو او صافي هادشي اللي كاين لي زامي كانت هادي هي القصه ديالي جيسبيغ تكون عجبتكم شري عجبكم فيها جيسبيغ تكون خديتو منها العبره ولا تردوا بالكم ردوا بالكم وطرقوا بيبانكم مزيان والناس اللي كيخليو وليداتهم صغار في الدار طرقوا عليهم البيبان ومتبقاوش تخليو وليداتكم بوحدهم فهمتوا حيت دابا الوقت خيابت بزاف على زعمي والله انا ملي شفت داك المنظر داك النهار وشفت داك الراجل زعما بانش عليه سيف الشفار وداك الشيء عرفت ان ما كاينش الثقه وسوار جالس وعيالات شحال من مره عيالات حنا كانوا غيشفرونا كنقول لكم عندي بزاف القصص مع الشفاره بزاف القصص ولكن ربي كيحفظني الحمد لله والله يحفظكم نتوما من الشفاره وليو تردوا البال مزيان 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 وطرقوا بين بالكم ما تبقاوش تحطوا فلوسكم في الدار والناس اللي عندهم الدب ما تبقاوش تحطوه في الدار راه عرفتوا كيحلوا البيبان بواحد الطريقه سهله انا ما عرفتش داك الشيء دابا كان كيخشي سوارت في الدار تقول السيد عنده الدوبل والله على زعمي وصافي هادشي اللي كاين كانت هادي القصه ديالي الا كنتو حتى نتوما ديجا وقعت لكم شي قصه مع الشفاره شي قصه خايبه عاودوها ليا ونتحدثوا مع بعضياتنا وما تنساوش ديروا ليا لايك تبارطاجيو لا فيديو ديالي مع صحابكم وتخليو ليا كومونتير زوين وباي باي.